كابتن سيف، ازاي صحتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام كله زي الفل الحمد لله. يعني الحقيقه استاذ عمرو، بقى لنا فتره في تعاملاتك مع اتحاد الكوره بنسمع دايما ازمات، مشاكل، ليك حقوق ما خدتهاش، عليك فلوس ما دفعتهاش، يعني حوار بقى خلاص بقى احنا متعودين عليه. ولكن دلوقتي اتحاد الكوره بيعدي بازمه ماليه كبيره جدا، ممكن اتحاد الكوره ده بعد شهور ما يقدرش يدفع مرتباته، ويقال ان الشركه الراعيه عليها ملايين كتير جدا ما بتدفعهاش. ايه الحقيقه؟ كابتن سيف، هو الحقيقه ان احنا بس يعني هنرجع لورا شويه، احنا في نشاط متوقف ومفيش حقوق خدناها، وبالتالي احنا تقدمنا في اتحاد الكوره بطلب هو مد العقد لموسم وخصم نسبه من موسم، وابدينا استعدادنا ان احنا نسدد هذا الكلام فور، ان احنا نعمل التسويه دي، ومجلس اداره خد قرار بمجلس اداره، وطبعا بيحتاج موافقه الجاليه الاداريه او سياده الوزير عمرو فاروق، وبالتالي احنا منتظرين هذا الموضوع، لان هو تم ابلاغنا ان يعني لازم موافقه سياده الوزير، ودي ده طبعا دي حاجه شيء اكيد، وان احنا لازم نحصل عليها. وبالتالي انا بس يعني بستاذنك ان انا لو سياده الوزير عنده اي وقت فاضي احنا نقدر نروح له ونعرض له الموضوع بالظبط، علشان يقدر ياخد قرار نهائي في هذا الموضوع. استاذ عمرو، يعني انت في ملف الجبلايه، يعني اعتقد ان الوزير سمعنا دلوقتي، واعتقد ان هو يعني وضع طبيعي من حقك ان هو يحدد ميعاد يقعد يشوف ملفك، لكن لحد ما تقعد، هل انت في ملف الجبلايه ده ظالم ام مظلوم؟ يعني انت حقوق ما خدتهاش، فعلا عليك فلوس؟ فعلا في فلوس؟ انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ سيف، انت واحد من الناس اللي كانوا اعضاء في اللجنه اللي هي تولت هذا الملف، ويمكن انت تعلم تماما ان احنا قعدنا وبمنتهى الشفافيه اللي في الدنيا عرضنا الكيس على كل الناس المتواجده، وبناء عليه مجلس الاداره خد هذا القرار بناء على ان احنا عندنا في ظلم واقع علينا، مش ان احنا خدنا حاجتنا وبالتالي احنا مبلطجين واحنا كذا. واحنا عايزين نوضح الصوره لسياده الوزير، لان سياده الوزير الحقيقه طبعا راجل بيبذل مجهود جيد جدا، وراجل فير، وراجل بيشتغل بطريقه محترمه جدا، واحنا نتمنى ان الراجل يعني بابه مفتوح للناس عشان نحل القصه. مفيش حاجه يعني اخرى عندنا فيها اي 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 مشكله غير ان احنا نبقى ضامنين حقوقنا، واتحاد الكره ضامن حقوقه. انما انت تعلم والناس اللي قعدوا ان احنا عندنا حق وما خدناش حقوق كتير، يعني ببساطه شديده ما كانش في كاس مصر، ما كانش في كاس سوبر، ما كانش في 60% من الدوري، يعني ده انا بكلمك بحاجات بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. فانا شايف ان الحل اللي تم التوصل اليه ده حل جيد، وبناء عليه مجلس الاداره خد عليه قرار. استاذ عمرو، حاسس ان انت بعد قعدتك مع العمري فاروق وزير الرياضه ان انتوا هتوصلوا لحل والامور هتبقى كويسه، حاسس كده؟ لا، انا متاكد ان سياده الوزير راجل فير، ومتاكد ان هو ما عندوش اي نوع من اي حاجه غير ان هو عايز مصلحه اتحاد الكوره، وعاوز يحافظ على الايرادات، وهو في كذا مناسبه قال قبل كده على الانديه وعلى الاتحادات ان احنا لازم نبتدي النشاط، الا الناس دي كلها تفلس. وبالتالي خلي بالك يا استاذ سيف، احنا برضو عندنا كشركه عندنا بينالتيز وعلينا جزاءات مع العملاء بتوعنا، فبالتالي الموضوع عاوز حل، وانا يعني طبيعي. يعني اتمنى ان هو يعني يحدد لنا ميعاد اللي يناسبه في اسرع وقت، ونشرح له الموضوع كله من اوله لاخره. يعني اعتقد ان شاء الله باذن الله ان قريبا سيحسم الملف ده. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو عفيفي صاحب الشركه الراعيه لاتحاد الكره.